ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت فاطمة الزهراء المرابطة شابة في عقدها الثاني تنحدر من مدينة فاس أمس الخميس من الفوز بجائزة عالمية في تجويد القرآن بعد حصولها على الرتبة الأولى رغم قوة المنافسة من مشاركين من مختلف دول العالم. وكتبت فاطمة الزهراء في تدوينة على حسابها بالفيسبوك: كان حلما لوالدتي قبل أن يكون حلما لي، فهنيئا لوالدي ولملكي ولكل من ساندني قريبا كان أم بعيد، فهذا شرف لبلد المغرب وشرف للحصول على أول رتبة عالمية بمسابقة تحبير الدولية أبو ظبي ولله الحمد. فالشكر موصول للأب والمعلم والسند الذي يعمل دائما في الخفاء الأستاذ نور الدين الشعيبي، لك الشكر كله بعد الله سبحانه أستاذي الغالي. وفور وضع الشابة لتدوينتها تفاعل العديد من النشطاء معبرين عن فخرهم بحصول المغربية على هذه الجائزة العالمية خلال شهر رمضان. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.